بما اننا بقى داخلين على احتفالات النصر المجيد اكتوبر، كمان قرر مجلس اداره النادي الاهلي تكليف الاداره التنفيذيه بالنادي بان هم يعدوا برنامج احتفالي ضخم لكل اعضاء النادي الاهلي، احتفالا اكيد بذكرى انتصار اكتوبر المجيد. والاداره التنفيذيه بالنادي بتقوم بعقد عده اجتماعات مع كل الادارات المعنيه عشان يرتبوا لهذه المناسبه العزيزه على كل ابناء الوطن، واللي اكيد سطرت من خلالها القوات المسلحه المصريه تاريخ يليق بمكانه مصر واستعادت كبريائها مره ثانيه، والحقت بالعدو الهزيمه الساحقه.